شفت الدخول على جاسم حسيت الروح رجعت للايمن واليوسف هو اللي استلم الكره. لا لا هم حسيت حتى هم تحرروا باستلام الكره. صار تعرف انت كابتن علي قال انه اللاعب النجم واللاعب الموهوب والله يسأل علي يعني هو الوحيد المنقذ لمنتخباتنا كله كابتن علي جاسم. عندما يدخل يعطيك نوع من الثقه، لان من السلمه كره تنتظر منه شيء، تنتظر منه شيء، اكو في شيء ابداع. كابتن علي هو هذا الابداع اللي سواه لنا اياه بالمره. يعني تعرف انت المباراه اليوم كيف خصت؟ باداره فنيه ممتازه من قبل راضي وبمهارات فرديه اللي حصلنا المباراه اللي هو بعد دخول علي جاسم. طبعا هو اليوم حتى ضربه الجزاء، ضربه جزاء قد تكون حاله فرديه، يعني حاله تكتيكيه خاطئه من هو او حاله من ايمن، والجول الثاني سجل هدف في حاله فرديه، لكن هي جزء من كره القدم بسبب اداره كابتن راضي للمباراه بشكل عالي. نحن على يقين انه علي جاسم موجوده مع المنتخب الاولمبي هو دعم وكبير للاعبين حتى يضطروا. يمكن اجتياز الفحص الطبي مع نادي كومو الايطالي ايضا وهذا التوقيع والوهج منطيه دافع معنوي لعلي اليوم. لا هو متحرر. لا كل مباريات منتخب الاولمبي قبل كومو هو علي جاسم المنقذ الوحيد للكره العراقيه سواء شباب او اولمبي او وطني. هذا يكون واقع جدا، يعني علي جاسم احنا نتوسم به الخير، يعني راح اقول لك فتشي واحد، يبدو انه علي جاسم ويوسف الامين يجب ان نستغنى عليهم في جميع المنتخبات، لان هم الوحيدين اللي يسوون حلول، بالاضافه الى ايمن، لان يبدو انه ما عندنا بعد لاعبين يقدرون يعوضون هؤلاء اللاعبين، يعني تعرف اليوم المباراه، مباراه خرجت تقريبا 60 دقيقه او 50 دقيقه ماكو اي حاله فرديه. ما عندنا حتى خطوره ما عندنا اي حاله خطوره، الا بدخول علي جاسم، لان هذا اللاعب الوحيد اللي يحتفظ، اللاعب الوحيد اللي يمتلك نوع من الشجاعه اللي هو يتحدى اللاعب، يروح بالكره دربل وعنده استعداد يروح واحد ضد واحد، فبالتالي هاي موهبه لو دورينا يصدر لاعبين الاوروبا ويطلع لك لاعبين للمنتخب منقذين الدوري الذي تحرك.